جدا ان انا النهارده موجوده في مهرجان القلعه وبشارك فيه، لانه ده من اكتر المهرجانات اللي انا شخصيا بحبها جدا، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظن الجمهور ونبسطهم النهارده. يعني هقدم حاجات من شغلي هم طالبينها، يعني العبها لهم النهارده. في حاجات بقالنا كتير ما لعبناهاش قديمه، وفي حاجات جديده، يعني هيبقى في تنوع. عندنا تماثيل، وعندنا يعني برضو شد الحزام وكده. يعني انا كنت مشغوله باخر البوم فتره، وكنت بره مصر، كنا عندنا جولات موسيقيه، بس يعني ان شاء الله نبقى في تواجد اكتر، ونبقى بنجهز لالبوم كمان، فان شاء الله يبقى في حاجات جديده الفتره الجايه ان شاء الله. هو الالبوم هيبقى من 10 ل 12 اغنيه، وهيبقى في تعاون مع شعراء ومع منتجين مختلفين ان شاء الله. انا بحب مطربين كتير جدا، واكيد نفسي اتعاون مع الشاب خالد، مع طبعا الكينج محمد منير كده يعني.